بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تشوفوا معنا كيفاش نقوموا بتغليف واحد الباب خشبي. اولا كيخص تكون عندنا الخشب مصقول وجاف. هنا اثناء العمليه هنا باقي ما كملش. ايوا ان شاء الله كما كتشوف معنا هكا غادي تكون عندنا النتيجه. غادي نحصلوا على خشب حقيقي. اولا كنوضعوا الورق وكنعبروا تقريبا على طول الباب. انا عندي هنا باب وكنخلي واحد 3 الى 4 سنتيمتر باش يمكننا نقوموا بالتدوير على الاطراف من الفوق ومن التحت باش يشد لينا. نفتحوا واحد 15 الى 20 سنتيمتر باش نلصقوا واحد الجهه والجهه الاخرى كنقوموا ب غادي نقوم ب غادي نكدوها. كنطويوه ثم غادي كيخصكم تحطوه باش يمكن يجي بطريقه. هنا كما قلت لكم غادي تخليوه من الفوق تقريبا واحد 4 سنتيم ومن الجناب كذلك باش يمكن يلتف حول الباب. وهنا كنقومو بالجر كنلصقو واحد شويه وكنجروه حتى الاخر. انا ما بغيتش نحيد هاد المقاطع باش تشوفوا الخدمه كيفاش كتكون على حقيقتها. ما بغيتش نوريكم زعما من بعد ونصلح ونصاب الفيديو. انا بغيت لكم هكا باش تشوفوا حتى الاخطاء اللي بعض الاخطاء نقدر نرتكبها باش نتوما تستافدوا منها وتعرفوا بان الاخطاء اللي كيمكن لواحد يرتكبها وتجنبوها. هنا كيخصني نجر من الجنب لان غادي يجي داير في الاخر الفيديو غادي يبان لكم كل شيء. وهنا كذلك كنزيد نجر لان غادي يجي داير من الفوق بهذا الشكل. الفيديو تقريبا راه واضح. ايوا انا كنحاول نوضح كل شيء بالتعليقات. هنا عندي انا الباب كبير ما كفانيش، اذا من بعد غادي نزيد واحد الطرف ثاني. البدايه اولا غادي نبدا غادي نركب الطرف الاول ومن بعد ندوس. وهنا يمكن تاخذوا واحد الشيفون ولا اي حاجه اللي ما يمكنش تخدش لينا هذاك البلاستيك. هنا غادي نقوم بواحد الخطا هانتوما غادي تشوفوا معايا. من بعد غادي نستدرك باش تعرفوا بان واخا كتلصقوا احيانا يجي داكشي ما مزيانش يمكن تهزوا. ها انتما كما كتلاحظوا عندي الطيات. شوف كيفاش كيمكن نهز ومن بعد غادي نحط بدون مشكل. الان كتبين الفرق، كان باين الفرق، النتيجه باينه. ايوا كنقوم بسحب الشريط اللي في الاسفل. انا هنا كنحاول نخرج فقاعه الهواء هذه بهذه الطريقه. كنمشيو بطريقه متقاطعة ولا عمودية على الطول ديال الشريط. يمكن نستعملو واحد القماش. ايوا غادي نقوم بعملية السحب. انا حطيت جسم باش يعاونني باش يتقل باش يبقى غادي متوازي. وكما كتشوفوا انا كنسحب وكنحاول نخرج فقاعات الهواء الى الخارج. هنا الصعوبه كتكون بانني انا عندي الجوانب شيئا ما طالع على المستوى، ما عنديش الباب مستوي. العمليه كتكون سهله حين كيكون الباب مستوي مسطح. انا هنا عندي الجوانب كتكون شويه عندي صعوبه. ايوا كنستمر شويه بشويه. هاكا كنجرو هاكا كندفع للجانب
باش جميع فقاعات ديال الهواء تخرج، لان هذه العمليه مهمه، ما خاص تبقى عندكم حتى شي فقاعه. احيانا تقدر تبقى شي فقاعه صغيره، ماشي مشكل، خليوها وكملوا الخدمه. حاولوا تخرجوها الا ما بغاش تخرج او لقيتو معها صعوبه، كتحاولوا تصغروها، ومن بعد ما كتصغروها كتقوموا بواحد كتقوموا بتقبها بواحد الابره، ابره صغيره تقومون بتقبيها. وكنكمل عمليه السحب، تقوم بعملية السحب إلى أن أنتهي. أهم حاجة هو نحافظ على التوازي باش ما يكونش غادي بواحد الشكل غير مستقيم. هانتوما كما كتلاحظوا أنا عندي الجوانب مرتفعة، إذا هنا بالنسبة للناس اللي عندهم ارتفاع قليل ماشي مشكل بحال الشكل ديال، أما اللي عندهم ارتفاع كبير أو عندهم نقوش في الخشب فالعملية كتكون صعبة والنتيجة غير مضمونة. هنا كنكمل العملية ديال المسح، أنا استعملت واحد المنديل، هنا سأقوم بالقطع لكي أستطيع التني بالمقص على الشكل على الحد ديال الباب. هنا اقوم بالثاني، استعين بالاصابع ديالي حتى يكون حتى تكون الزاويه قائمه وحتى يكون الحرف ديال الباب تيكون واضح. هنا كنلتج المجفف الشعر، مجفف الشعر كنلتجئ له باش كيقوم ب تساعد في باش كيبين الاحرف الجانبية وكيعطي شكل رائع باش ما كيبانش انه ورق، كيبان تيعطي شكل حقيقي. وهنا التسخين ما كيكونش واحد التسخين كبير، كتحاولوا ما تسخنوش بزاف حيت الا سخنتو بطريقه قويه يمكن تتقبل لكم او يمكن يذوب. هنا كنعطيو تقريبا واحد الحراره كيمكن تحطو في يديكم او شويه تقدر تحرقكم هذيك الحراره بواحد شويه، تما كتعرفوا راه حراره مناسبه، كدوزو على حراره الوقت قصير. نفس العملية كنحاول نتني مزيان، وكنحاول نقوم بإلصاق من الأسفل، نقوم باستعانة بمجفف الشعر كما العادة. مجفف الشعر كيساعد باش كيعطي داك الشكل الفورمال البلاستيك الورقي، كيلصق مزيان وكي كما كتلاحظوا باقي عندي شويه الفقاعات، ولكن من بعد غادي نحاول نزيد في الاخير غادي نحاول نزيد نخرجهم للجهه اليسرى اللي على اليسار ديالي. من بعد هذه العمليه غادي نحاول نقوم بالصاق كما كتلاحظوا، كنعاون الاصابع ديالي، وكل واحد وعلى حساب علاش يمكن يرتاح، كاين اللي يمكن يدير منديل، كاين اللي يستعمل الاصابع حسب. انا هنا كنقوم باخراج الفقاعات والصاق ورق مع الجانبين اللي عندي مرتفعين كما سبق وقلت لكم. مسألة عملية كتبغي الوقت وكتبغي شوية الدقة، وبإمكان أي واحد يقوم بها. أول حاجة كنصحكم باش إذا بغيتو تقوموا بها تجربوا في شي حاجة صغيرة حتى تأكدوا أنكم نجحتوا في عملية، ثم يمكن
دوزو العملية الثانية أو العملية الكبرى. بالنسبة للجانب الآخر أنا ما درتش في الفيديو، ولكن هو بنفس العملية. هي الملاحظة الوحيدة النقطة ديال التقاء ديال الشريطين، كيخص يجي واحد فوق الآخر بواحد 5 ديال المليمتر، صفر نصف سنتيمتر، كيمكن كيجي فوقه بحال خاص يجي داكشي واحد فوق واحد، ما ديروش بحال اللي كيديروا بحال مثلا ورق الحائط كيكون ما كيكونش فوقه، ولكن هذا لانه رقيق ومشي سميك كيجي واحد فوق واحد وما كيبانش. هنا كنكمل العمليه بالصاق باليد، انا كنجر بالاصابع ديالي، كنجر كما كتلاحظوا في الجوانب كيبانوا، و غادي يبانوا اكثر مع استعمال مجفف الشعر من بعد. لاحظوا معي، صراحة أنا لما بحثت على فيديوهات ما لقيتش تقريبا في المحتوى العربي اللي يقدر يدلني على هذه، لهذا قررت باش نتشارك معكم هذا الفيديو بهذه الطريقة. النتائج صراحة مبهرة، وبالنسبة للثمن، الثمن ديال هذا الشريط فتقريبا كيدير واحد 18 درهم، ما فاتش 20 درهم، كيكون عند بالنسبة للناس ديال المغرب راه تيكون عند دروغري او لا في المحلات الكبرى بحال بريكوما ولا بريكول ديكو. دروغري كاين اللي كيبيع تيبيعو بالمترو، شحال ما بغيت ياخد، مترو، نص مترو، جوج، ربعة، على حسب. وبالنسبة للتنظيف، التنظيف ديالو راه سهل، فقط بواحد المنديل شوية يكون فيه شوية الماء. هنا تنقوم بقطع الجوانب باش يكون شكل زوين، وكما العادة أستعين بمجفف الشعر. هنا أمر على جميع الجوانب كما تلاحظون، لا أترك مجفف الشعر لوقت طويل، فقط لثانية أو ثانيتين ثم أسحب.